أهلا بكم. نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن. ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن شخصين قتلا وأصيب آخرون في طعن قرب كنيسة في مدينة نيس جنوبية فرنسا. وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمان إن عملية الشرطة جارية في المدينة، بينما قال كريستيان استروزي رئيس بلدية نيس إن السلطات ألقت القبض على المشتبه به، مضيفا أنه يعتقد أن الهجوم عمل إرهابي. وحول هذا الخبر العاجل ينضم إلينا من باريس مراسلنا محمد حاجي. محمد، إذن نعم، يبدو أنه حتى هذه اللحظة لم يجهز الاتصال مع مراسلنا محمد الحاجي. إذن ذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم الخميس أن شخصا وقتل وأصيب، أو شخصين قتلا وأصيب آخرون في طعن قرب كنيسة في مدينة نيس جنوبي فرنسا. قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمنان إن عملية الشرطة جارية في المدينة، بينما قال كريستيان استروزي رئيس بلدية نيس إن السلطات ألقت القبض على المشتبه به، مضيفا أنه يعتقد أن الهجوم عمل إرهابي. إذن مرة أخرى ينضم معنا الآن ضيفنا حول هذا الخبر العاجل محمد، أو طارق وهبي، الكاتب والمحلل السياسي من باريس. أهلا بك معنا سيد طارق. إذن كما تابعت هذا الخبر العاجل معنا، في أي سياق ترصدون مثل هذا الخبر؟ صباح الخير يا سيدي. حقيقة خبر غير مطمئن أبدا، وهذا يدفعنا أن نذهب بعيدا، أن هل هناك حقيقة تخطيطات أو تبريرات لبعض ما يحصل داخل السياسة المحلية الفرنسية لكي يقوم هؤلاء الأشخاص بهذه الجرائم التي هي أنا باعتقادي بعيدة كل البعد عما يحصل في يعني محيط المسلمين في فرنسا. يعني الجريمة صباحا أن تدخل إلى كنيسة وتطعن شخصان يموتان وثالثا مصاب حتى اللحظة، هذا جد غير معقول. يعني هل يمكن اعتباره أنه جزء من ما مرت به فرنسا قبل أيام من قتل المعلم وأيضا الاحتجاج على الرسوم الكاريكاتورية، ويدخل ضمن سياق ردود الفعل هذه؟ يعني قد يؤخذ بهذا الموضوع، نعم، أنه حقيقة هناك ردات فعل يعني جد متطرفة في هذا الموضوع. أكثر من ذلك، يعني الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية السيد ماكرون في تأبين الأستاذ كان خطابا يعني ذهب فيه إلى أبعد حد له علاقة بموضوع حرية التعبير وحرية الرأي، وقد فهم في عدد كبير من أوساط الإسلامية داخل فرنسا أن هذا هو تحدي صارخ له علاقة بمقدسات الإسلامية. أكثر من ذلك، بعض الجمعيات الإسلامية في فرنسا خوفا من أن تحل قامت وذهبت يعني بمسرى له علاقة يعني كما تريد الحكومة أو كما تريد أوساط الحكم أن يقولوا أن ليس على المسلمين مثلا في بعض الدول أن يتظاهروا، أو ليس على المسلمين أن يقوموا بذلك. وأنا يعني بتحليلاتي أتفهم أن هناك البعض يذهب إلى أن يقول أن مسلمون فرنسيون وفرنسيون مسلمون، بمعنى أن هل الصفة الأولى أو الصفة الثانية هي التي ستكون الأفضل أو الأحسن أو الأهم بالتوصيفات. وأنا يعني لا أزال أعتقد أن الخطاب الأول للرئيس ماكرون الذي ألقاه وتكلم فيه عن الانفصاليين هو الخطاب الذي كان الشرارة الأولى التي يعني وضعت أمام عدد كبير من الجمعيات والمثقفين الإسلاميين أن الموضوع هو فعلا انتخابي بحت ولشد عصب الناخبين الفرنسيين، وبالتحديد الناخبين الذين ينتخبوا اليمين، لأن هو بحاجة إلى أصوات اليمين لعودته إلى الحكم أو لعودة حزبه إلى بعض مفاصل الحكم إن كان على المناطق أو المحافظة.
إذا سنتابع معك هذا الخبر. نعم سنتابع هذا الخبر في نشراتنا اللاحقة. سيد طارق وهبي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من باريس. أيضا نعيد مشاهدينا الكرام التذكير بهذا الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل، ومفاده أن وسائل إعلام فرنسية ذكرت مقتل شخصين وإصابة آخرين في طعن بسكين قرب كنيسة في مدينة نيس جنوبي فرنسا. سنتابع معكم تداعيات هذا الخبر على المستوى الأمني والسياسي والاجتماعي في فرنسا في نشراتنا اللاحقة.